وبركاته، معكم محمد البرجوكي، مقطع جديد اليوم بلوكس فروت شروحات. اليوم حنشرح لكم جميع الطرق اللي تقدر تجيب بها فراغمنت، هي فلوس بنفسجية هنا زي. ويلا نبدأ في المقطع ونجيب لكم أول طريقة. أول طريقة تجيبوا فيها فراغمنت في بلوكس فروت هي أنكم تعملوا رايد. أول شيء أنتم لازم يكون لفلك 1000 عشان تقدر تدير رايد وحدك، لكن ممكن تلقى ناس يساعدوك يقدر يسوي لك هم الرايد. وأول شيء لازم نحل اللغز السهل اللي هنا لون أحمر، لازم تكون في مثل فاكهة لأن باش تقدر تغير لون تغير أي شيء. خليك كذا أحمر أزرق أخضر أزرق. حلت اللغز، بنفتح لك هذا المكان اللي هنا، تدخل تصعد إذا ما عندك شوكة تطير في السلم ذا اركب. وإذا أنت ليفلك أقل من 100 هنا تقدر تشتري رايد، لازم يكون ليفلك 1100 إذا تبي تشتري وحدك. السعر إذا أنت 1100 ليفلك وتبي تعرف كم سعر، سعره 100,000 فلوس عادية. وتقدر تاخذ فاكهة ضعيفة زي البومب هكي تاخذها وتسوي بارد، تقدر تسوي بارد. يلا نكمل. أجي كل ما تخلص رايد تقريبا يعطيك 1000 فراغمنت، لكن حسب يعني إذا خلصت أسرع من وقت معين رح يعطيك أقل إذا كملت أقل من وقت معين. فيلا نمشي للطريقة الثانية. الطريقة الثانية إنك ترسبن وتقتل تيتش. عشان ترسبن تيتش في وقت معين لازم عشان تقدر تقتل تيتش، عشان تقدر تطلع أصلا في وقت معين وأنت تدور في الصناديق ممكن يطلع لك مفتاح. المفتاح هذا تمشي عند جزيرة قريبة من جزيرة القلعة ذيك حق الثلج، تروح هناك. خلنا نختصر عندكم الوقت. لما قلت أنا لما تفتح الصناديق يعني ذيك زي الصناديق ما في نسبة حظ أو وقت معين، إذا فتحت صندوق يجيك كلمة صفرة خش على الانفنتوري تلقى مفتاح للتيتش. أنت ونوصل للمكان إذا أنت لقيت المفتاح راح وين تحطه عشان تقدر ترسبن تيتش. هذا هو المكان اللي ترسبن فيه تيتش. بعد ما تجيب المفتاح تضغط هنا تقوم ماسك المفتاح تضغط هنا إذا رسبن تيتش. إذا أنت ليفلك قليل أو مش عالي هلبة فحاول تجيب معك واحدين يساعدوك عشان تقدر تهزم تيتش. في نسبة 1.01 إنه يطلع لك الوشاح، وشاح نادر صح، فهو مش أقوى شيء بس قوي صراحة، يستعمل بدرجة عالية في عند الناس لأنه تعتبر كأنه الثاني أقوى شيء تستعمله في اللعبة بعد سوان جلاس حق الدوفلامينجو. فهي قريبة من قلعة والجزيرة اللي هنا هذه المقسومة نصين. هذا المكان، هذا المكان اللي ترسبن فيه تيتش. ويلا نمشي للطريقة اللي بعدها اللي تجيب منها مفتاح تيتش. في طريقتين عشان تجيب مفتاح تيتش. الطريقة الثانية انك تشيل اي هاك تستعمله، هاك التنبؤ او هاك تصلب، وتروح تاخذ سفينه وتصير تلفلف في البحر كذا لين يطلع لك وحش البحر. وحش البحر هذا راح ناخذه لقسمين. اول شيء في نسبه حتى هو انه يعطيك مفتاح تيتش، وفي نسبه انه يعطيك فراغمنت. فهذا يعتبر واحده من الطرق اللي يعطيها لك فراغمنت، تقعد تلفلف هكذا في السفينة في البحر، تقعدش قريب من هذول المناطق ذي، تقعد تلفلف بالسفينة في البحر. وممكن يطول عشان يجي بس ممكن انت وحظك يجيك سريع يجيك بطيء. المهم يلا نمشي للطريقة الثانية. تو نرجع للمنطقة تيتش، وفي نسبة انها وحش البحر في نسبة انها يعطيك مفتاح تيتش ويعطيك فراغمنت بس مش كثير، قليلة مش كثير. وتيتش اذا قتلته قدرت تدمج تقريبا 15% من دم ضيعته واحد قتلة تاني عادي. المهم هتحصل 1500 فراغمنت. ويلا نمشي لاخر طريقة تجيب فيها فراغمنت. اسف على التخبط بس مفيش خلاص هذول كل الطرق اللي انا اعرفها انك تجيب بها فراغمنت. وتوصلنا لنهاية المقطع جانب مهمات قتلة البوس غادي. وصلنا لنهاية المقطع، ان شاء الله المقطع عجبكم تنسوش تحطوا لايك واشتراك وباي.